مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر عاجل، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فتح تحقيق عاجلة بعد أحداث نهائي الزمالك ونهضة بركانة. ونشرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قبل قليل بيان طارئ على موقعها الرسمي تستنكر فيه الأحداث التي رافقت نهاية مباراة الزمالك المصرية ونهضة بركان بما فيها سلوك الجماهير واللاعبين والمسؤولين. وجاء بيان الكاف على الشكل الآتي: يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك المشجعين أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان الذي لعب في القاهرة بمصر يوم أمس الأحد 19 مايو 2024. وأحال الكاف المسألة إلى لجان الانضباط ذات الصلة للتحقيق والتدابير التأديبية إذ لازم الأمر بشأن حوادث وسلوك الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها. وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك المصري كان قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب الفوز إيابا بنتيجة هدف دون رد، علما أن مواجهة الذهاب انتهت لصالح النادي البركاني بنتيجة 2-1. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.